المرأة المغربية هي مرأة قوية، مرأة تجاهد، مرأة اللي يعتمد عليها من طبيعة الحال، المرأة اللي ربت أجيال وأجيال وأجيال، هي أمنا، هي خدنا، هي خالتنا. نقول لهم تبارك الله عليكم، وكونوا قويات وكونوا مناضلات وتقاتلوا على أهدافكم وأحلامكم، وأي حاجة بغيتوا تحققوها راه ممكن، خاصة غير تعرف البيبان الصحيحة اللي غادي تطرق ولا اللي غادوز منهم. بيتيت خديجة ولا كاتي ما عندهاش الزهر أنها تطيح في هذوك الناس أو لا تلقى هذوك الناس، وفي الأخر غتلقى الخير في واحد السيد اللي هو ما كيجيها حتى شي حاجة. فكنظن أن الناس إلا عرفوا كيفاش يقادوا التوجهات ديالهم غادي يوصلوا. المرأة المغربية ما كنبغيش بعض المرات نكبر هذا الموضوع ونعطيه دراما اكثر، يعني المرأة والمغربيه ولاها، لان في حد ذاته ملي كنكبروه كنعطيو انها هي في شي بوزيسيون اللي خايب. المرأة المغربيه فارضه راسها براسها، محتاجاش شي واحد يحط ميكرو يبقى يهضر عليها. المرأة المغربيه من سنين هذه في هذه البلاد اللي حنا فيها، لا فكرنا ملي حكموا في الاول كنلقاو المرأة عندها دور، لا جايين من العدارسة ولا العلوية السعديين، أي واحد كتلقى في ليزيستوار المغربية كتلقى كاين دور كبير ديال المرأة المغربية في هاد النجاحات وفي هاد الاستحقاقات كاملين. غادي نجيو لدابا، كاين بيان سير كاين بوزيسيون ديال المرأة كبيرة بزاف ومهمة وواضحة، ما محتاجاش شي واحد يهضر عليها. دونك هي كيف ما كيقولوا بزاف الناس، هي أمنا وختنا. دونك بزمنا نحترموا هاد الكيان هذا. والفيلم كيناقش واحد النوع ديال المشاكل ديال واحد المراه معينه، ماشي المراه المغربيه اون جينيرال، هي الشابه اللي في واحد الوسط معين والمشاكل اللي كتقدر تعيشهم في النهار ديالها. يقدر داكشي يكون كيضحك ومن طوق كيخلينا نفكروا، واخا كنضحكوا كنفكروا كنقولوا علاش.